أنا زرت اليوم أولاً لأتفقد ما حدث وما صار وكيف نعيد التعمير مرة ثانية. الشيء الآخر أن أكون مع المواطنين فيما هم فيه. الشيء وأعزي الشهداء. نقول نرجو إن شاء الله المغفرة والرحمة، وأقول هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين، ويشرف ملك كان يكون خدمة الحرمين الشريفين، وهذا من عزمات بعيدنا اليوم الحمد لله. هذه جهلي ومكة تهمنا قبل أي مكان في الدنيا كلها، يوم جاي من أوله. وسنعمل ونحقق في أسباب الأمور دي كلها، وبعد ذلك يعني للمواطنين الحقائق كلها إن شاء الله.